القطاع الصحي أهم القطاعات الإنسانية في جميع الدول، لكن ليس في العراق، فهو آخر ما تهتم به الحكومة وأول ما يفتح شهية الفاسدين بغية تجني الأرباح من أموال البسطاء من الشعب. هنا في محافظة بابل لا ملامح تبدو للقطاع الصحي إلا بما يشبه المشافي الميدانية التي أنشئت على عجل لعلاج مصابي الحروب وإسعاف منكوبي الكوارث الطبيعية، إذ يشكو المواطنون غلاء الأدوية والمعاينات وضعف الإمكانيات الطبية وغياب المستلزمات عن المشافي والمستوصفات الحكومية. في ظل فساد ينخر قطاعات الحكومة وغياب الرقابة على التجار وارتفاع الضرائب التي تفرض على الأدوية المستوردة. والله الواقع الصحي في محافظة بابل تعرف نواحي وأغذية مستشفيات تلمها الناس، يعني يروح المواطن للمستشفى يلقي شيء قليل، الطبيب حقه يقول لك هذا المتيسر عندي. فمن صيدلية إلى أخرى ومن طبيب إلى آخر تختلف تسعيرة الدواء والمعاينة بحسب مزاج الطبيب، وكأن العراقي البسيط يبحث عن الدواء في السوق السوداء لا في المراكز الحكومية التي من المفترض أن تسخر لخدمته. فما كان يعتبر مهنة إنسانية بات في العراق تجارة على حساب أوجاع المواطنين. لأن هسه الفقير من يريد يروح للمستشفى يعني ما يلقي العلاج وما يلقي الفحص اللي يريده هو، وما يقدر يروح هو للأطباء الخاصين، واحنا ندري بالطب هو شغلة إنسانية بس هسه مع كل أسف مو إنسانية. ومما يزيد في سوداوية الصورة مشهد القطاع الصحي في محافظة بابل حالة الفقر التي تلاحق أسقام المرضى إلى سرير العيادات، فتجعل الاستشفاء صعب المنال، هذا إن توفر الدواء، فمعظم الأدوية اللازمة مفقودة والمشافي تعاني قلة الكوادر. يعني ذاك اليوم عندنا مريض رحنا للطوارئ، دكتورة وحدة على الطوارئ، على النسائية وعلى الرجالية وعلى شعبة الطوارئ، شو تصير؟ قول لي شو تصير؟ زين اكو مستشفى فولتارين ما بيها أبرة فولتارين، أبرة مال التقيؤ ما بيها، العشاكو قاعدين. غلاء الأدوية وتردي القطاع الصحي وانتشار تجار الطب تحكي واقعا مرا لا يعرف العراقيون عنوانا له سوى غلاء الأدوية من أجل موت رخيص. فيما يبقى المواطن العراقي بين مطرقة الفقر وسندان الفساد الحكومي، يطبب آلامه بالأمل المنتظر لفرج مازال حبيس حكومة فاسدة ومسؤولين مفسدين.